الاستثمارات الأجنبية. أولا يجب أن نتفق بأن الاستثمارات أو المجهود اللي تقوم به بلادنا في مجال الاستثمار هو مجهود يستهدف الاستثمار كيفما كان نوعه، أجنبيا كان أو كان يعني وطنيا. وغادي نعطيك بعض الأمثلة حول ما قامت به الحكومة منذ أن تمت يعني تنصيبها من طرف جلالة الملك. العنوان البارز والكبير جدا في التعاطي ديال الحكومة مع هذا الملف هذا هو الإصلاح ديال ميثاق الاستثمار الذي عمر طويلا، والذي يعني أثبتت الممارسة اليومية بأنه أصبح، تحدث عن القانون السابق، أصبح يعني غير قادر على تقديم إجابات في ظل التحولات اللي عرفها موضوع الاستثمار بشكل عام. إذا الحكومة تشتغل على هذا الملف بشكل عميق، جابت القانون ديال الميثاق ديال الاستثمار في إطار من الحوار المفتوح مع مختلف المتدخلين، في استحضار قوي لمختلف التحولات اللي عرفها العالم، لأنه في نهاية المطاف كيف ما قلت الحكومة تستهدف الاستثمار الوطني وتستهدف أيضا الاستثمار الأجنبي لاعتبارات كثيرة. أيضا لابد أن نستحضر المجهود اللي قامت به الحكومة والحكومات المتعاقبة في إطار التوجيهات ديال جلالة الملك للاشتغال على البنية التحتية، واللي جات في السؤال ديالك، مطارات، الموانئ، طرق السيارة، المناطق الصناعية، جزء أيضا من الأجوبة حول هذا الموضوع جاء في الإصلاحات اللي جابت الحكومة الحالية في قانون، في القوانين ديال المالية لسنتين متتاليتين، واللي طبق التوصيات التي أصدرت في ظل مناظرتين وطنيتين لإصلاح الجبايات العمومية، الجبايات بشكل عام. إذن المجهود كان مجهودا واضحا، والورش ما زال مستمرا. الآن احنا في محطة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمجالس الجهوية للاستثمارات. شفنا كيفاش وقع التحول، هذه المجالس اليوم أصبحت تخضع للوصاية المباشرة للسيد رئيس الحكومة. يجب أن نغير هذه القوانين لكي نبسط أكثر من الإجراءات والتدابير. عموما شنو قامت به الحكومة؟ يوم الأربعاء 15 مارس 2023 تعقدت واحد الندوة مهمة على مستوى الرباط، والتي ترأسها السيد رئيس الحكومة، واللي وجدت الخريطة ديال الطريق في مجال الاستثمارات للفترة الفترة ما بين 2023 و 2026. فيها محاور نعطيها بشكل سريع إذا سمحتي لي. المحور الأول هو تسهيل عملية الاستثمار والمقاولة بشكل سريع. فيها مجموعة ديال النقاط، تفعيل كل أنظمة الدعم، الرقمنة، تحسين الولوجيات الطلبيات العمومية اللي كان اشتغلت عليه الحكومة أيضا وغيرت من المرسوم اللي أيضا طال الزمن يعني للعمل بالسابق في سنوات طويلة جدا. وهذا المرسوم هذا جاب أيضا واحد المجموعة من الإصلاحات اللي كتعزز من الشفافية، كتعزز من يعني التنافسية ما بين مختلف المقاولات، واللي مشى عمل إصلاحات كلها كانت موضوع ديال جملة من التوصيات، تسريع الرقمنة ديال المساطر، إحداث المرصد للاستثمار ومناخ الأعمال لتتبع مناخ الأعمال في بلادنا كيفاش عامل ومقارنته بمناخ الأعمال في مجموعة من الدول. المحور الثاني هو تحسين عوامل التنافسية في التعبئة ديال التمويلات إلى غيرها. المحور الثالث هو دعم المقاولة والابتكار، وكاين المحور الرابع هو محور أفقي. الآن شنو تعمل؟ تم تبسيط 22 قرار إداري عبر المنصة سيري انفيست، وهو الأمر الذي من شأنه التقليص من عدد الوثائق تقريبا ب 46%. تحفيزات الاستثمار تكلمت عليها غير ما مرة في هذه الندوة، نعاود نتكلم عليها. الدعم، نظام الدعم الأساسي، 5 منح مشتركة، المنح الترابية، المنح القطاعية، نظام الدعم الاستراتيجي، كيفاش المشاريع الكبيرة جدا اللي كتوصل الكلفة ديالها 2 مليار فما فوق نعطيوها الطابع الاستراتيجي في مجالات محددة، ضمان الأمن الطاقي، المائي، الغذائي والصحي، وأيضا على مستوى إحداث وخلق
مناصب الشغل. المستثمرين الأجانب باش نختم يتعاملون بنفس المعاملة التي يستفيد منها المستثمرون الوطنيون، ويستفيدون من نفس التحفيزات اللي تكلمت عليها. وهذا الشيء كله تقريبا لاش تعمل لكي نعزز من قدرة المقاولة على الاستثمار، لكي نساعدها على الاستثمار، لكي نضمن حقوق الجهات التي تعرف طلبا متدنيا على مستوى الاستثمار عبر المنح الترابية، لنرفع من حجم الاستثمار خاصة الجهات البعيدة، ولكي نعزز واحد النوع ديال التوازن ما بين الجهات، ونخفف الضغط على الجهات اللي كتعرف واحد ضغط كبير. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.